انتقل معاكم من اخبار القلعة الحمراء، ابتدي معاكم باخبار القلعة البيضاء نادي الزمالك. كشف أسامة نبيه المدرب العام للفريق بنادي الزمالك عن السبب وراء خسارة الفريق امام فاركو بالمباراة اللي جمعت ما بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز. أسباب الخسارة اللي قالها الكابتن أسامة نبيه بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة بيقول: مستمر مع الزمالك ولن أرحل، نحن كأبناء نادي الزمالك لابد أن نقف بجواره في الظروف الصعبة قبل الأوقات السعيدة. تحدث كمان وقال عن الأهداف اللي دخلت مرمى الزمالك، أشار إن هي جاءت من 3 أخطاء من اللعيبة، وكنت أعرف بعد الفوز على فيوتشر إن الأمور صعبة في الفترة القادمة، وشدد على إنه لا يعرف يعني ليه بيتم الضغط على النادي بالشكل ده، خاصة بعد ما دعمنا صفوفنا باللعيبة بنحتاجهم. تابع كمان أسامة نبيه وقال إن الزمالك هو بطل الدوري الموسم اللي فات، ولكن بيتعرضوا لضغط في اتجاه معين، وإن هو لم يستطع أن يضم اللعيبة الجدد للمعسكر أول أمس، وده مأثر بشكل كبير جدا. بيقول: ليه ألعب الدوري وأنا ما عنديش العدد الكافي من اللعيبة، وأنا مش عارف هيتم قيد اللعيبة الجدد ولا لأ، ويكفي أن أقول أن خط دفاع الفريق غائب بالكامل. الحقيقة أنه الكابتن أسامة نبيه بيشدد على فكرة أنه الثلاث لعيبة اللي ما اتأيدوش مع نادي الزمالك حتى هذه اللحظة هو بحاجة شديدة جدا إليهم، وطبعا رحيل إمام عاشور عن خط وسط نادي الزمالك مأثر بشكل كبير، وأنه هو حتى هذه اللحظة لسه ما عوضش رحيل إمام عاشور، وأنه بحاجة لضم اللعيبة دي علشان يكون في اكتمال لقوام نادي الزمالك الأخير. دعا مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعضاء مجلس الإدارة لاجتماع طارئ اليوم بمقر النادي لبحث الظروف اللي بيمر بيها فريق الكورة، ومعرفة أيضا السبب وراء الخسارة الكبيرة للفريق من فاركو في المباراة اللي جمعت الفريقين أمس على ملعب برج العرب في الجولة 17 من مسابقة الدوري العام. بيناقش مجلس الزمالك طرق إعادة الفريق لمساره الصحيح قبل بدء مشوار الفريق في دوري أبطال إفريقيا. هيواجه الزمالك فريق شباب لوزداد الجزائري يوم 10 فبراير باستاد القاهرة. أعرب الكابتن إسماعيل يوسف مدير الكرة بالنادي الزمالك عن حزنه الشديد بعد الخسارة اللي تعرض إليها الفريق من فاركو بثلاث أهداف مقابل لا شيء. قدم إسماعيل يوسف اعتذاره لجماهير نادي الزمالك على أداء الفريق، وكمان نتيجة اللقاء أشار إلى أن النادي واجه أزمة شديدة خلال الأيام اللي فاتت، وهي عدم قيد اللعيبة الجدد خلال الأيام القليلة الماضية. كمان اعترف الكابتن إسماعيل يوسف بوقوع اللاعبين في أخطاء فردية في مباراة فاركو، الفريق مش في مستوى الطبيعي، كما أن وضع الفريق في جدول الدوري لا يتناسب مع حجم الزمالك. كمان أكد تيجانا أن الجهاز الفني هيضع يده على الأسباب الأساسية وراء تأثر الفريق في مباراة فاركو، شدد على أنه بيعتذر للجماهير بيوعدهم انه الامور والظروف تتحسن والاوضاع، خاصه ان الفريق امامه مباراه مهمه جدا في دوري ابطال افريقيا. قرر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي فيريرا استئناف تدريبات الفريق اليوم الثلاثاء بصورة طبيعية بملعب النادي. رفض الجهاز الفني منح اللعيبة راحة من التدريبات لضيق الوقت قبل مباراة شباب لوزداد الجزائري في بداية مباريات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال الإفريقي. المباراة هتقام يوم الجمعة القادمة باستاد القاهرة، بيتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة بتضم أندية الترجي التونسي، شباب لوزداد الجزائري والمريخ السوداني.